اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين، مع اليوم ما شاء الله درس جديد. كيف ما شفتوا من بعد ما شاركت معكم الطريقه ديال هاد الخدمه هذه كيفاش كنخدموها، دابا ان شاء الله بغيت نشارك معكم الطريقه ديال الفتحه ديال العنق. انا كنت طلعت هديه ودابا غنشارك معكم الطريقه ديال هذه، نفس الطريقه اللي غنخدم بها هذه هي اللي خدمت بها هديه. اتبعوا معي الفيديو من البدايه حتى النهايه باش تشوفوا الطريقه والمراحل ديال الخدمه. صافي، كيف ما قلت لكم في الاول ديال الفيديو، هنايا كانوا عندي 26 غرزه هي باش طلعت الخدمه ديالي، يعني كنت عملت معكم الحساب في البدايه ديال هاد الرنده هادي، يعني كيفاش بديتها من هنايا وفتحت نصف الطوق. قلت لكم هنايا الرنده ديالي غنطلعها ب 26 غرزه. من بعد ما طلعتها ب 26، دابا غنجي وغنقسم. ملي غنقسم هنايا غنجيب 13 وهنا غنجيب 13 باش غنطلع الخدمه ديالي. يلا معايا ان شاء الله باش غنبداو الخدمه ديالنا. صافي، غنجي وغنضرب الغرزه اللولانيه وغنجيب عقيقه، تنخليو هذه وكنجيو مباشره هذه. هاد الخدمه كيف ما قلت لكم في الفيديو ديال البدايه، يعني كنطلعوها غير بالعقيق، يعني كلها كتجي بالعقيق. نتوما كيف ما شفتو كنخليو هذه وكنضربو في لي غرزه اللي من فوق العقيقه. دابا هنايا عندي 1 2 3 4 5 6 وهذه 7. دابا هذه 8 ما غنضربش فيها وغنضرب 9. دابا 10 غنعمل بها عقيقه وغنضرب هنايا 11. عاوتاني نفس الشكل غنخلي هنايا 12 وغنجي وغنضرب هنا 13. صافي، هذه هي الطريقه اللي قسمت بها. دابا غنجي وغنرجع في هاد الخدمه هذه، كل عقيقه غنضرب فيها جوج غرزات، يعني من كل جهه كنعمل غرزه بهاد الطريقه هذه. دابا هنا ضربت غرزه، غنجي وغنضرب هنايا عاوتاني غرزه، وانا الابره اللي كنخدم بها هي الابره رقم 12. صافي، كنبقى راجعه بهذا الشكل هدايا. كنزيروا الخدمه ديالنا، حيت من بعد ملي كنصبنوها ضروري كترخف واحد شويه، يعني ملي كتكون الخدمه مزيره ملي كتصبن واخا كترخف كترخفش بزاف، يعني غير شويه. صافي، دابا غنضرب في الثوب. دابا غنبدا بالعقيق، صافي كنبقاو ماشيين بهاد الطريقه هاديه حتى كنساليو الخدمه ديالنا كامله، عاد كنجيو باش غنبداو عاوتاني ندورو الخدمه ديال العنق. انا دابا شاركت معكم الفتحه، ومن بعد مني غنكمل لي هاد الطلعه ديالي غنرجع وغنشارك معكم دوره العنق. صافي، مشتو وعندي واحد الغريزان هنايا، ضروري خصنا نضربو هاد الغريزه اللي عندي هنايا. دابا ملي غنرجع غنضرب غرزه هنايا وعاد غنعمل ما بين العقيقه غرز. بالنسبه للعقيقات كيجيونا 6 ديال العقيقات، كل سطر تجيني فيه 6.
ونضرب في التوب. وعاوتاني غنبدا حتى كنعمل غرزة عاد غنعمل عقيقة. بعض المرات بلا ما كنعمل غرزة كنعمل عقيقة، يعني كل مرة وكتجيني مختلفة. بعض المرات كنبدا مباشرة بالعقيقة، بعض المرات حتى كنعمل غرزة عاد كنبدا بالعقيقة. دابا نخلي هاد الغرزة هادي وغنجي الغرزة الأخرانية. بهاد الطريقة هادي وصافي غنرجع تاني. هانتوما كيف ما شفتو هادي هي الطريقة اللي كنطلع بها الفتحة ديال العنق ديالي. وبالنسبة لهاد الجهة هادية اللي خدمتها، انا ما عملتش الخيط من هنايا وعاد جبت هنايا، لا جيت من هنايا من هاد البلاصة اللي لقيت فيها هنايا هاد الغرزة اللي عندي هنايا، ثبت فيها الخيط جديد ومشيت بالخدمة بحال هاد الجهة هادي. يعني مشيت من هنايا، انا ماشي جيت من هنايا عاد خدمت، لا كنت كنخديت من هنايا، يعني باش غيجيني هنايا تجيني الخدمة معوضة. اما الا بديتو من هنايا وانتم ماجين ان هنايا ما كتجيش الخدمه معوطه، يعني كتجي الخدمه هنايا كتجي الخدمه ما كتجيش، هذا العقيق ما تيجيش مرتب بحال هذا الشكل هدايا، تيجينا شويه ماشي تلتما وتيتزادوا لنا الغرز. اما الا بديتي من هنايا ومشيتي تتبقى لك المسافه معوطه، يعني غير في هذه الخدمه ديال هذا العقيق هدايا هي اللي كنبداو من هنايا. اما الا ما كانتش عندنا خدمه بالعقيق فكتبقى الغرزات عاديين. صافي انا غنبقى مكمله بحال هذا الشكل هدايا حتى غنكمل الخدمه ديالي كامله، يعني غنطلع الفتحه ديال العنق ديالي كامله. وداك الساعه كنرجع ان شاء الله يا ربي في درس جديد باش نشارك معكم دوره العنق. كنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. شكرا على المشاهده والمتابعه، ولا عجبكم الفيديو ما تنسوش انكم تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم باش الكل يستفد.